أهلا بكم من جديد. دبي مدينة تتبنى جميع أشكال الابتكار ونماذج الأعمال المواكبة للمستقبل من خلال مجتمع يسخر بالبيئات الحاضنة للشركات الناشئة والمسرعة لنموها، فضلا عن خطط تنظيمية لتطوير نماذج جديدة للأعمال التكنولوجية واختبارها. وتحتل دبي المرتبة الأولى عالميا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا في قطاعي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وهنا يأتي دور الفعاليات والملتقيات والمعارض الضخمة التي تستضيفها المدينة بشكل دائم، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من بينها معرض The Shift Show الذي يعد منصة أساسية لعمالقة صناع التكنولوجيا لاكتشاف أحدث الابتكارات والحصول على المنتجات المتطورة وإقامة الشراكات، والذي انطلق يوم أمس ومستمر حتى يوم غد الخميس في قاعة The Agenda في مدينة دبي للإعلام. المعرض يشكل مساحة مبتكرة لرواد صناع التكنولوجيا للالتقاء والتواصل والتعاون بمشاركة أكثر من 30 علامة تجارية يمثلون نسيجا عالميا حقيقيا من الولايات المتحدة والسويد وفرنسا والصين وتايوان وإسلندا وإيطاليا وغيرهم، إلى جانب تجار التجزئة الرائدين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت ومصر. للحديث أكثر عن معرض The Shift Show وكيف أصبح منصة أساسية لرواد صناع التكنولوجيا وتجار التجزئة في دبي لاكتشاف أحدث الابتكارات وإنشاء الشركات، ينضم إلينا في الاستوديو محمد سعد المدير التجاري بشركة شيفت المنظمة للمعرض. أهلا بك معنا محمد. بداية حدثنا عن معرض The Shift Show هذا العام، ما هو الهدف منه ولماذا يعني أصبح حدث سنوي تقيمونه في الشركة؟ شيفت هي موزع لكذا براند موجودة منوزعهم احنا من سنة 2008، وشيفت شو هو فرصة لحتى هدول الماركات تعرض حالها للسوق، تتعرف أكثر عن السوق دبي والميدل إيست، وبنفس الوقت هي فرصة للريتيلرز الموزعين التجزئة لحتى يفهموا أكثر عن التكنولوجيا الموجودة برا بأوروبا وبأمريكا وببلدان آسيا كمان. فهي أكثر تقريب مسافة، مثل ما دبي بتساعدنا لأنه هي هب موجودة صحيح. لكل العالم، نحن بنستفيد من وجودنا بهذا البلد حتى نجيب هالبراندات العالمية نعرفهم على سوقنا ونفس الوقت نعرف السوق على شو ممكن يزيدوا. نعم، إذا بدنا نحكي بالتفصيل أكثر، يعني ماذا يقدم هذا المعرض إن كان لصناع يعني التكنولوجيا ولا لتجار التجزئة ولا حتى للأفراد؟ أوكي. بالنسبة للبراندات، البراندات بتقدر تفهم أكثر شو الكاستمايزيشن اللي لازم يعملوها حتى يقدروا يكونوا بسوق مثل سوقنا، لأنه هني عادة بعاد ما عندهم هذه الفكرة عن شو ممكن يتوقعوا من الأسواق تبعنا. فهيدي الفرصة أنه يلتقوا ب أصحاب القرار الموجودين من بياعين التجزئة، بتخليهم يعرفوا أكثر كيف ممكن يطوروا أساليب التواصل معهم، بتخليهم يعرفوا شو ممكن البرودكتس اللي يقدروا ينتجون لحتى يكونوا عم بيلبوا الحاجات تبع هذا الماركت الموجودة، وبنفس الوقت بتخلي الريتيلرز يفهموا إذا بدهم يعطوا سبيس أو مساحات بقلب محلاتهم لهدول البراندات كيف ممكن يعرضوها بأحسن طريقة، كيف ممكن تكون الطريقة اللي بتوصل المسج للبراند عم تقدر تفكر فيها للكونسيومر. وبنفس الوقت الأفراد حيقدروا يشوفوا كيف بيقدروا يطوروا أساليب حياتهم باستعمال هذه التكنولوجيا الموجودة بوقت الوقت فيه قليل، لازم يقدروا قد ما فيهم يستعمل تكنولوجيا تو ماكسمايز. يعني بهذا المجال بالتحديد كيف بيتم اختيار المنتجات الاكثر رواجا او يعني اللي بتسموها التوجهات في عالم الترند بالتكنولوجيا وتحديدا الاكسسوارات مثلا؟ في كذا طريقه كمان بتخلينا نستفيد اكثر شيء من وجودنا الجغرافي بهذا المنطقه من العالم. اول شيء انه نحن بنقدر يوصلنا معلومات من الصفحات اللي بنتابعها من الاخبار. بتشغل تاني بنستفيد من التنوع الموجود بالناشوناليتيز اللي بدبي خاصه، لنقدر نعرف معلومات عن العالم وحاجاته كلها، نقدر نبني على هذا الاساس. وشغله ثالثه كمصدر لمعلوماتنا تنقي البراندات، هو انه نحن بنسافر على كذا بلد من كثير شوز معروفين
وفكرة الشو بلشت من هون انه ناخذ افكار بالبرودكتس الموجودة لنقدر نجيبها. شو الترند بعالم التكنولوجيا بهالايام؟ ترندات طبعا في كل شيء خاصه بالسمارت. Things are getting smarter. عم نجرب كل شيء. البيوت الذكية. البيوت الذكية. في عنا براند كتير معروفة بالإضاءة وفكرة كتير حلوة أننا نقدر نستعمل الإضاءة بأنها تتوقع كيف ممكن يكون الشخص يعمل سيركوليشن ببيته متغيرة يعني. متغيرة وتضويله وتطفيله بمحلات معينة من دون ما يحتاج يكبس الزر. حتى بالكونسبت السيكوريتي للبيت في يكون ينتقل على الواي فاي. فصار في عنا تكنولوجي بتقدر تميز إذا الشخص فات بالنتورك أوف ذا واي فاي تتعطي سيكوريتي للبيت بدل الكاميرا. كلها موجودة هيدي بالماتر وبالثريد الجديدة والبرودكتس تبعنا كلهم عم بفوتوا هدول التكنولوجيز 100%. حكينا عن دبي وطبعا يعني الحديث عن دبي دائما بيكون كبير وطويل. لماذا دائما دبي هي يعني مثل ما سميتها انت هاب او يعني مركز للتكنولوجيا برايك؟ والى اي مدى يمكن اعتبارها مدينه حاضنه للشركات الناشئه والمسرعه للنمو التكنولوجي؟ طبعا دبي يعني غير وجودها الجغرافي وغير انه هي بتسمح لنا نعمل شركات بالمناطق الحره وبتعطي بتقدم لنا هاي الفلكسبيليتي. بس نحن عندنا مشكل ببلدان العربيه الثانيه انه ما الافكار ما بتوصل. فهيدا المنطقه بالعالم سمحت لنا انه اذا طلعت فكره جديده نقدر نوصلها للعالم كله. في مين يتبناها وفي مين يشتغل عليها؟ الحديث الاكبر اليوم بالعالم وبالامارات بالتحديد هو الذكاء الاصطناعي وفي اهتمام واضح بهالتقنيه. كيف انعكس تقنيه الذكاء الاصطناعي بمعرض ذا شيفت شو؟ طبعا في الذكاء الاصطناعي لحتى يصير بأوجه والعالم تقدر تستفيد منه الماكسيمم في كتير ناس معه وضد هذا الموضوع وكيف بنستفيد منه من دون ما يأذينا. بس الأساس للارتيفيشال انتليجنس هو البيج داتا اللي هي المعلومات. والبرودكتس تبعنا مبنية على هذا الموضوع هو تجميع المعلومات. لأنه أكثر كل ما يكون عندك معلومات أكثر كل ما التوقع لتصرف البشر لمساعدتهم بحياتهم اليومية بيكون أكثر دقيق. فالبرودكتس تبعنا مبنية على هذا الموضوع. عندنا كاميرات للأطفال بتوقعوا أينتا ممكن يفيق الولد. بيخبروا الأهل أينتا لازم يمكن الوقت الأكل. عندنا اللايتنج كمان. كل هيدي الديتا اللي عم تتجمع من هالسمارت سيستمز بتخلينا بعدين نعطي حلول أكثر استعمالا بس نستعمل الارتيفيشال انتليجنس. بدي اتشكرك محمد سعد المدير التجاري بشركة شيفت المنظمة لمعرض ذا شيفت شو. أهلا فيك كنت معنا اليوم وخبرتنا عن فعاليات هالمعرض. شكرا لك. بعد الفاصل تيك توك تدعم الصحة النفسية من خلال حملة A Good